بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ووحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. في هذه الآية المباركة الله تعالى يقول أوحينا إلى الأنبياء فعل الخيرات الأول، الثاني وإقام الصلاة، والثالث وإيتاء الزكاة، إيتاء يعني إعطاء. وكانوا لنا عابدين، الأنبياء كانوا لنا عابدين، يعني كان الأنبياء يعبدوننا وعابدين لنا ومطيعين وعباد لأجلنا. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، هذه الجملة يعني شنو خيرات؟ جمع، يسمى هذا جمع بالألف والتاء، وأوحينا إليهم فعل الخيرات. الخيرات يعني شنو؟ كل شيء في قبال الشر يسمى خيرا. مركز الخيرين كل أعضاء الإنسان، يده مركز خير، رجله مركز خير، عينه مركز خير، لسانه مركز خير، وظيفته مركز خير، ماله مركز خير، فكره مركز خير. قسم لنا خاطر، كل شيء فيه خير. لسان خير، طيب يد خيرة يعني تقضي حوائج الناس، رجله خيرة يمشي مع الناس في أمورهم، فكره خير يفكر حسنا، ماله خير موظف وظيفة يصرف الوظيفة في خير الناس. قسم آخر، الأنبياء هكذا، الأنبياء الله يقول أوحينا إليهم فعل الخيرات غير الصلاة، لأن بعدين قال الله وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. عابدين يعني يصوم، يعني يحج، يعني داخل في هالأشياء. الإنسان قد يكون خيرا في جميع جوارحه وأعضائه، هذا إنسان خير في أعضائه خير في جوارحه. قسم من الناس أفضل، قسم من الناس يعيشون عاديين لا خير لا شر، قسم من الناس يعيشون العياذ بالله أشرار، لسانه شر، فكره شر، نيته شر، يده شر، رجله شر، ماله شر. المجتمع أساسنا ما رجعيكم نموذج بالخير، نموذج للشر، نموذج للخيار، لا خير لا شرير. لكن كل هذه الخيرات أو هذه الشرور أو هذه الحياديات مبعثها النفس. أحد الفلاسفة الكبار الحاج ملا هاب السبزواري في منظومته يقول النفس في وحدتها كل القوى، يعني أنت بماذا تنظر؟ بنفسك. أنت بماذا تسمع؟ بنفسك. أنت بماذا تلمس؟ بنفسك. أنت بماذا تمشي؟ بنفسك. إذا النفس مو موجودة تشتغل اليد أو الرجل أو العين أو اللسان؟ النفس في بدن الإنسان مثله مثل البنزين في جسم السيارة. السيارة إذا بنزين في جسمها تمشي تتحرك
تعطي حس، تنير، تتقدم، تتأخر، تسرع، تبطئ، توصل الإنسان إلى المسافة والمقصد. أما إذا ماكو بنزين في السيارة تلقن فقط، وأحيانا إذا ماكو بنزين ماكو 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 إطلاقا، ونفط ماكو إطلاقا، معناه أن السيارة قطعة من الحديد ويسمى سكرابا. النفس مبعث الخير ومبعث الشر ومبعث الحياد. حياد النفس، الخير النفس، الشر النفس، كلها النفس. الحقيقة من عجيب الأمر، لنتوسع في هذا الموضوع قليلا، أن النفس الآن كلنا نفس، أنا المتكلم وأنت السامع، وأرض مليون إنسان في العالم، وأربعة آلاف مليار في العالم. هذا النفس مجهولة إلى أبعد الحدود. نفسي أنا أعرف يا نفسي 60 70 80 90 100 120 150 سنة، لكن نفسي مجهولة. مو نفسي، نفسه. ومو عندي مجهول. علماء العالم من قبل 5000 سنة، 10000 سنة وإلى اليوم يقولون أن النفس مجهولة. شو مجهول في النفس؟ أين كانت نفوسنا؟ هذا شيء مجهول. نحن رأينا أن أجسامنا ولد من الأمهات، هذا واضح. أما نفسنا شنو؟ وأين كانت أنفسنا قبلنا؟ اسأل أي عالم نفسي يقول ما أدري. نحن هو ناس مو مربوطين بعلم النفس، يعني مو علماء نفسيين. لا، علماء النفس اسألهم أنفسنا قبل أن تكون في أبداننا أين كانت؟ الآن أنا أتكلم وياه قبل 50 سنة، اللي عمري 50 سنة، قبل 50 سنة وين كان هذا اللي أنا بدي أتكلم وياه؟ وين كان هذا؟ الجسم كان تراب، هذا لا شك فيه، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. جسمنا كان تراب، نزل عليه المطر صار نبات، النبات الخروف أكله صار لحما، اللحم أبي أكله صار دما، الدم تحول إلى مني، المني تحول إلى جنين، الجنين صار وليدا وخرج وصار عمره 20 30 50 40 60 70 سنة. هذا أجسامنا. بعد ذلك أيضا نموت ويودوننا إلى أين؟ تحت التراب. شنو صرنا؟ هم تراب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم. هاي دورة، هذا جسم. تعال النفس، هذا النفس شنو؟ أين كانت؟ هذا شيء مجهول. أكو حديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، الإمام الصادق يقول: خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي عام. يعني قبل ما تخلق روحك موجودة قبل 2000 سنة. أما أين موجودة نفسك وروحك؟ هذا شيء مجهول. هذا السؤال الأول، أين كنا؟ مجهول. يأتي إلى السؤال الثاني، اسمعوا يا شباب لعلكم قسم منكم تقرون علم النفس، لأنكم في الجامعات يدرسون علم النفس، لكن التدريس لعلم النفس في الجامعات رحلة وقليلة واقع، يحتاج إلى توسعة أكثر، لأن معرفة النفس فرد معرفة عميقة دقيقة هائلة. أين كنا؟ احفظوا الأسئلة عشان سؤال يصير، مجهول. السؤال الثاني، أين نذهب؟ رأينا مات الميت من أحدنا، جسمه موجود هذا واضح، وجسمه ودينا إلى المغتسل وذهبنا به تحت التراب، أين نفسه راح؟ هذا الشيء، هذا اللي كان ينظر ويسمع ويتكلم، والدكتور وعالم ومهندس وطبيب ومفكر، هذا وين راح؟ أيضا هذا مجهول. بل في أحاديث الوارد عن الأئمة الطاهرين وعن رسول الله وفي الآيات الكريمة، الإنسان ينتقل إلى البرزخ من القبر، وبعد البرزخ ينتقل إلى القيامة، وبعد ذلك ينتقل إلى جنة أو نار. هذا صحيح، لكن أين البرزخ؟ أين الجنة؟ أين النار؟ أين القيامة؟
كيف يصير؟ قال أيضا مجهول. هذا السؤال الثاني المجهول. الآن شوف أحدنا يموت من الميت، أبوه أخوه أمه، يتمنى لو يشوفه في المنام. هذا يسأل منه وين ربه؟ شنو صرت؟ وأحيانا نشوف ميتنا بالمنام ونسأل منه ليش جاوب ناسه. وأحيانا نشوفه بالمنام حالته كلش طيبة، أحيانا نشوفه بالمنام حالته كلش مو زينة. هذا وين؟ راح إلى لندن خبرناه، قال أنا في فندق في لندن مستريح. أما راح إلى القبر خبرناه شنو يقول؟ خلاص. والرؤيا التي نراها بالمية 99 ما تعطينا نتائج. هذا السؤال الثاني. أين نذهب؟ النفس، النفس كلامنا في النفس، النفس الخيرة والنفس الشريرة، لا تنسون الموضوع. السؤال الثالث وهو أعجب الأسئلة، والعلماء متحيرون في هذا السؤال منذ 5000 سنة وإلى اليوم. إذا تروح إلى أمريكا ولا لندن ولا أي بلد آخر تشوف 100 عالم نفس، 1000 عالم نفس، 5000 عالم نفس، إذا من كلهم يقولون ما ندري. شنو السؤال؟ السؤال الثالث يقول: الآن أنا محمد الذي أكلمكم، أين نفسي؟ الآن أين نفسي؟ الآن كلكم تجاوبونكم نفسك معلوم في داخلك. لا، قسم من العلماء يقولون نفسك مو في داخلك، وإنما نفسك في الخارج وشعاع نفسك واصل إليك. يعني الآن أضرب كمثال واضح حتى يصير للشباب. إذاعة خلينا مثلا مذياع صغير عندنا وأخذ يتكلم، هذا المتكلم في داخل هذا المذياع أو في لندن أو في موسكو أو في نيويورك. قسم كبير من العلماء النفسيين يقولون نفس كل فرد في الخارج مو في داخلي، وإنما شعاع النفس واصل إلى داخلي، وهذا الشعاع هو اللي يتكلم وهو اللي يتحرك وهو اللي ينظر وهو اللي يسمع وهو اللي يمشي وهو العالم وكل شيء. هذا الشعاع لا النفس خارج خارج. أو نمثل مثال آخر، أخذت مرآة أمام الشمس، الشمس أظهرت أشعتها في هذه المراية. تشوف المراية تظن أن شمس المراية، شمس المراية أبدا، شمس في مسافة بعيدة بعيدة بعيدة، وإنما أشعتها جاءت إلى المراية. موجود النفس. كثير من العلماء يقولون نفسك مو داخلك أبدا، نفسك خارجك. الذين يقولون نفسك في داخلك أيضا متحيرين أين مركزه. قسم يقولون مركز المخ، قسم يقولون مركزه القلب، قسم يقولون مركزه جميع الجسد. لا يعلم أحد. خلاص. وكلهم يقولون لا نعلم نحتمل. هذا هو، هذا مو مشكلة. أكو مشكلة رابعة أو ثالثة أحسبها، أنه إحنا القاعدين هنا. هذا كل هذا البحث يفيد خصوصا الشباب الجامعيين الذين يقرؤون كتب علم النفس، أو إن شاء الله في المستقبل إذا قرأوا كتب علم النفس أو إذا سمعتوا من الإذاعات أو ما أشبه. هذا مبحث عجيب من مباحث اليوم. إحنا قاعدين هنا كم واحد جراب رضحنا والذين برا والذين في الشارع، لنضرب 500 إنسان. هل 500 إنسان هل لهم نفس واحدة أو 500 نفس؟ قسم يقولون لهم نفس واحدة فقط، مو 500 نفس. شلون؟ أنا كريم وفلان شجاع وفلان بخيل وفلان جبان وفلان عالم وفلان جاهل، إيش نفس واحدة؟ يقولون بسيط. طلعت الشمس، أكو على غرفتنا مرايات حمراء خضراء بيضاء بنفسجية سوداء. كم شكل شمس تطلع في غرفتك؟ فرق قسم من النور أخضر، فرق قسم من النور أحمر، فرق قسم من النور أسود، فرق قسم من النور ماوي، فرق قسم بنفسجي، كل هجم وكل هجم في واحد. لذا قسم من العلماء يقولون أن الكل لهم نفس واحدة. يعني أنا وإبتا وأبويا وجدي وإبني وحبيبي وروح إلى آدم وإنزل أمامه في القيامة نفس واحدة. هذا أيضا شيء مجهول في النفس. شيء آخر مجهول في النفس، شو يحركني؟ علماء النفس
يقولون نحن نتحيرون. واحد عالم شرقي ماركس المشهور هذا يقول يحرك الإنسان الاقتصاد. يعني أي واحد شفت بالسيارة جايبكم وبالدكان وبالحمام وبالديوانية وزير وأمير وملك وعالم وخطيب يتحرك للفلوس. هذا مذهب ماركس. المذهب الشيوعي المشهور بالعالم يقول كل الناس يحركهم المال والاقتصاد والفلوس. الخطيب يخطب لأجل الفلوس، الأمير يأمر لأجل الفلوس، الكاتب يكتسب لأجل الفلوس، الدنيا تتحرك لأجل المال. هذا رأي، وهذا لا يمكن في نظر الله. أقول لك عالم آخر يسمى فرويد، هذول الشباب قارين أحوالهم في كتب المدارس. فرويد شنو يقول؟ يقول كل العالم يحركهم الجنس. يعني شنو؟ يعني أن الأميرة والوزيرة والمشيرة والدبيرة والعالمة والجاهل يحركهم حب الجنس. الرجل يحركه حب المرأة والمرأة تحركها حب الرجل. هذا رأي فرويد وهذا كذب أيضا في نظرنا. رأي ثالث أكو سارتر، أن يكون قارين على أحوال الجرائد والواية. سارتر يقول كل إنسان يحركه حب ذاته. أنا أحب نفسي فأتحرك. أنت تحب نفسك فتتحرك. كل إنسان يحب ذاته فيتحرك. الإسلام عنده نظرية رابعة. الإسلام يقول يحرك كل إنسان مرض العقل والجهل. جهل أيضا مخلوق في داخل الإسلام. الحديث عنه عن الإمام الصادق يذكره المجلس في الزحار وغير المجلس في سائر كتبهم، يقولون يحركك ويحركني شيئان، العقل والجهل. الذين يمشون في الطريق غير الصحيح يحركهم الجهل، جهاز في داخله وداخله. والذين يمشون في الطريق الصحيح يحركهم ماذا؟ العقل. وفي الحديث عن الإمام الصادق العقل له 70 جنود والجهل له 70 جنود. هذه الجنود تحرك. وثم أكو أحاديث ما يساعد العقل الملائكة، وما يساعد الجهل الشياطين. ومن أول الصبح في نفسك عركب. كلكم جايبين هذا الشيء. من أول الصبح من تقوم من النوم، فالواحد يقول لك قوم صلي، واحد يقول لك أنام. صار عركة في داخلك. إجاك إنسان مشتري لا يفهم، فالواحد يقول من هذول لك يا اثنين غش عليه، غش. هذا الشيء الذي يسوى بدينار بيعطوا بدينار ونصف. واحد شكل يقول، الثاني يقول لا عندي خاف من الله بيع دينار. جهازان في داخلك وفي داخلي من الصبح يتعارك من دين. هذا المبحث في علم النفس وأن ماذا يحرك النفس. هاي خمس مباحث. المبحث السادس، هل طبيعة النفس الشريرة أو الخيرة؟ هنا كلام، هنا كلام. وحينا عليك على الخيرات لتنسوا المبحث. أيها الناس، الإنسان خير بطبيعته والشرير منحرف، أو الإنسان شرير والخير منحرف؟ بدأ من علماء الكون يقولون طبيعة الإنسان شريرة. شنو دليلهم؟ الثلاثة من القدامى إلى اليوم يقولون دليله أن كل إنسان إذا قدر ظلم. يعني أن كل إنسان إذا قدر خليه يصير موظف كبير يظلم الناس، خليه يصير عنده فلوس زايد يظلم الناس، خليه يصير قوي يظلم الناس. طالما في العالم أي قوي يظلم الضعيف. الشاعر يقول الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. أي واحد إذا وصل إلى مرتبة، إلى حكم، إلى شخصية، إلى مال يظلم. وإذا جماعة من الفلاسفة وعلماء النفس يقولون النفس بطبيعتها شريرة. هذا قول. قول ثاني
يقول أبدا النفس بطبيعتها خير، كل إنسان خير، دليل شنو؟ كل إنسان يحب الخير. يعني أنك إذا رأيت إنسانا وقعت البئر تأخذ بيده، هذا طبيعتك. أو رأيت إنسانا جائعا ولك فضل الطعام تعطيه، أو رأيت أعمى واقف وسط الشارع والسيارة تدمر وتريد أن تقتله تأخذ بيد الأعمى. فقسم من العلماء يقولون علماء النفس أن طبيعة الإنسان خيرة، هذا قول. قسم من العلماء يقولون لا، طبيعة الإنسان لا خيرة لا شر، ما عدل لهم ناي، لا أحمر لا أخضر لا أبيض لا أزرق لا أسود لا ماو لا أي شيء. طبيعة الإنسان طبيعة لا خيرة ولا شريرة، وإنما بالتربية الطبيعة تكون خيرة، بالتربية الطبيعة تكون شنو؟ شريرة. هذا رأيي. لكن الإسلام يجب أن نقول، النبي لعنة الله عليه وسلم يقول في الإسلام الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. يعني الإسلام يبين أن الإنسان خير، بس مو كل على حد سواء، قسم منهم كالذهب وقسم منهم كالفضة في طبيعتهم الخير. لكن هذا الإنسان الخير قد يكون خيرا امتداديا، قد يكون خيرا متوقفا. يعني شنو؟ يعني أنت حصلت مال، كمثل الواقع بين، أنت حصلت علم، أحيانا الإنسان يحصل علم يألف كتاب يبقى بعده 1000 سنة. أبو علي بن سينا حصل علم وألف كتاب وبقي الكتاب بعده الآن إلى 1000 سنة، هذا خير امتدادي. وفرض واحد عالم آخر ما ألف كتاب فما بقي بعده، الإنسان الذي حصل على المال كذلك. قسم من الناس يحصلون على المال يأكل ويشرب ويمشي وانتهى كل شيء، قسم من الناس يحصلون على المال يسوي خير. أبو وقدنا في كربلاء كان فاستصل لا بأس بها، كان عندي في كربلاء فالرجل أنا ما شايف قبل 80 سنة، أنا ما شايف هذا الرجل، وإنما أنا رأيته حديدة. اسم الحديد مو مهم اللي شفته عنه، وإنما إني رأيته الحديد، ونقلت القصة لي عن جده الأعلى ورأيت الأثر. هذا رجل اسمه حاج، أقول اسمه حتى إذا رحت إلى كربلاء نكتب عن القصة، وحتى تعرفون أن الخير والامتداد في الخير يعني شنو. هذا الرجل كسب كربلاء قبل 80 سنة، هذا الرجل فكر في أنه يذهب إلى الهند للتجارة، لكن اليوم الهند مركز التجارة في العالم قبل 100 سنة تقريبا، ركب البحر وذهب إلى الهند للتجارة. في الهند ما وفق، كثير من الناس يجون لا يوفقون للتجارة، هذا في الهند ما وفق للتجارة، ما وفق للتجارة ورجع من حيث الذهاب. بعد سنتين بقي في الهند لم يحصل على التجارة، رجع. في طريق رجوعه ركب في سفينة، اشترى مزهريات، ليسمع الأصدقاء هذه القصة لا بأس بها، اشترى قصة واقعية، اشترى مزهريات، مزهرية بلاوود من الهند اشتراها شعب جميلة، يجيب هنا صوغة لعائلته في كربلاء. في الطريق كان فرد رجل هندوكي ركب معه في السفينة، والسفينة ذاك اليوم من كراتشي إلى بصرة 3 أشهر أو أكثر، السفن السابقة. هذا الرجل الهندوكي راكب معه في السفينة، والرجل الهندوكي أيضا له مزهريات وسخ، وسخ وممتلئ بالتراب، وأجلكم الله عنده تدر رئوي دائما يبصق في هذه المزهريات. الحج علي شاه اشترى 20 مزهرية، وهذا الرجل الهندي الذي معه هندوكي مسلم أيضا عنده 20 مزهرية.
كلاهما في السفينة، لكن باكن توكي أوصيق ومزهريات وسخة ودائما عنده تدرم رأو ويبخي مزهريات، وهذا مزهريات نظيفة جاية للاتجار. وصلوا إلى أين؟ وصلوا إلى البحر. هذا الرجل الهندوكي من أثر التدرن الرئوي مات. ميت لما أنه يموت في البحر من قاعدته الشرعية، ولو هم مشرعيين من قاعدته الشرعية يجعلونه في خافية. إذا واحد مات في البحر شو يسووه؟ السفينة ما تصل بالقرب إلى البلد في خصوصا تلك الأيام، والجسد يتعفن بعد يوم بعد أقل من يوم، يجعلونه في خابية، يجعلونه في حب، يخلون على رأس الحب شيء، يربطون الحب يذبوه في البحر في أمان الله. إذا ما هو خابية معهم يعني حب ما وياهم، شو يسووا؟ يصلون عليه يغسلوه، يعني المسلم إذا كان يغسلوه يكفنوه يحنطوه يصلون عليه، يجيبون ثقيل فرشي حديد أو يجيبون فرشي صخر كبير يربطوه برجله ويذبوه في البحر. لماذا يربطونه برجله؟ حتى يقف في البحر مستقيما، لا يكون إهانة للإنسان، لأن لو هشكل ذبوه يطفو على الماء. لو ربطوا هذا الحديد برأسه يصير منتكس، أما إذا ربطوه برجله هذا يقف هشكل في البحر وقوف، والأسماء تأتي وتأكله، شيء طبيعي هذا، بس هاللحظة يكون احترام، لأن الإسلام يحترم الإنسان حيا وميتا. وإذا نبدا الكفن وهالخنوط وهالغسل من تخلل الميت تحت التراب تدرون كم ساعة ينتفخ ويتعفن؟ 24 ساعة، خصوصا في الحرب. وبعد إذا ثلاث أيام تروح عليه تشوف كل الدم من خشمه ومن عينه ومن أنفه ومن لسانه من جميع مخارجه يخرج الدم. بس الإسلام يحترم الإنسان يقول كم ساعة يكون محترما. هذا رجل مات الهندوكي. أهل المركب الكابيتان كانوا يسار ما يسمون، يعني سائق مال المركب، لأن هذول قاتل المركب إجوا أخذوه ذبوه في البحر. زين. ذبوه في البحر إجوا يجمعون تراثه. إرث شنو؟ لحاط عنده، دوشك عنده، أدوية عنده، ما أشبه، حتى وصلوا إلى المزهريات. رادوا يشيلون المزهريات النظيفة. حج علي شاه قال له المزهريات النظيفة إيه؟ والمزهريات الوسخة إلك. قال له أبداً الوسخة إلك والنظيفة إلك. عدل بدل انا مشتري من الهند وانت واقعيها. انا مشتري من الهند اريد حول العائلة ابدا حكموا بشهادة الزور على ان المزهريات الوسخة لمن؟ لحج علي شاه. والمزهريات النظيفة لمن؟ لهندوكي. شال المزهريات النظيفة والدولة. هذا مثال ما الله وإن عليها رجعون عن مزهريات الوسطى. شنو؟ راجي يشيل الهند بالبحر. شالوا عندنا شاف ثقيل. شلون هذا الثقيل؟ هذا الجيرم مو ثقيل. تراب علي تراب وطين وكذا شوي وخر تراب وطين وإذا تحت كل الإيراق ذهبية. أجعل إن شاء الله يرحمه. الثاني كل الإيراق ذهبية. يتبين هذا الهندوكي عدى أموال كثيرة كلها مسويها ليرات ذهبية ومخلي هذه الليرات الذهبية في هذه المزهرية وعليها الطين. وأدلكم الله تفال البطاء فوقه حتى ما تلاقوا اللي يفقون منه. وإنما صاحب المركب ماخذ المزهريات الزينة باعتبار أنها إرث الهندوكي، والمزهريات الوسخ نعطيها لحج علي شاه باعتبار أنها لحج علي شاه. حج علي شاه مرة شو جمعنا؟ هالفلوس سواهن صورة كبيرة وداهن إلى عالم ذلك اليوم المرجع الفقير. قال أنا قصتي كذا وكذا، كنت فقير رحل للهند الابتسام ما حصل بشي في الطريق، اتفقت مع هندوكي مات، أخذوا مالي ووضعوا ماله عندي وهذا ماله. شو تكليفه؟ التكليف الشرعي لهذا المال أبين الإخوان. أولا التكليف الشرعي لهذا المال مجهول المالك، لأن ما نقول له الأرض. والمجهول المالك يعطى للحاكم الشرعي، يعني العالم. والعالم ينفق هذا المال صدقة، هذا هو خلق. هذا تكليف شرعي. أي واحد منكم أيضا وجد شيئا، أولا يجب أن تعرفوا من المكروه أن تشيلوا غير شيء، هذا مكروه شرعا.
أبو حديث عن الإمام الصادق لا يأخذ الضالة إلا الضال. أي شيء شرط بالشرع يجي سبيل أي شيء. إذا قتل أخذي معلومة لا ينسى. إذا شايف لا ينسى. أما إذا فلوس ذهب أي شيء لا تأخذه مكروه شرعا. وإذا أخذته يجب عليك أن تعرفه في المسجد في الشارع في البيوت العامة في الحديميات في المساجد. أيها الناس من فقد شيئا فإذا جاء صاحبه جاء وإذا لم يأتي تصيب حد هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث تنسوا أيضا من المكروه شرعا هذا النداء اللي حتى في مسجدنا موجودها هذا مكروه شرعا يعني أن الإنسان لا يحق له في المسجد يصيح أيها الناس من ضيع لصاحب أبدا لا يقول هذا الشيء أبدا. أين يقول باب المسجد يقول يعني يطلع من المسجد خارج ويسأل أما في المسجد من ضيع لصاحب من يلاقي له محبس من قلم كذا هذا مكروه شرعا لأن في الأحاديث المسجد لم يوضع لهذه الأمور كما انقسم من الشباب في صوتيات يجون ما شاء الله المسجد جزاهم الله خيرا ووفقهم الله كل حس على قول القدامى من الخمام النسوان حس وضحك وحجي وخبص بينما الإنسان لما يرد المسجد يجب أن يكون ساكت خاضع لله. أنت إذا ذهبت إلى دار الأمير أو دار الوزير أو دار فرد شخصية كبيرة كل حجي ما هو هذا الشيء وإنما البحث كلام خارج المسجد سامع أنا ما شايف الحقيقة يقولون قسم من المساجد أكو سكون عبادة طاعة قرآن يواش أمو قرآن صياح حتى يخرب الحس على الآخرين وحواس الآخرين. هذا الرجل أخذ المال وذهب به إلى عالم المنطقة عالم كربلاء ذاك اليوم فرد عالم كبير في كربلاء ونقل له القصر. العالم سأل منه هل أنت فقير بنفسك؟ قال له القصر لأن أنا في الحقيقة عند عائلة ورحت للهن الاكتساب وما حصل الشيء ومديون وهل الفلوس حصلته وأنت أخذ أعمل به حتى بالتكليف الشرعي. العالم قال جميل أخذ الفلوس لراب كثيرة هواية إلى 20 مليارية تقريبا أخذ الفلوس قال وهبتها لك هذه اتفاقية أيضا وعمل به ما تشاء. هذا حج علي شاه كان كلامه في شنو وأوحينا إليهم فعل الخيرات. هذا حج علي شاه قال أنا ما أحتاج الكثير فلوس فالكمية من أخذه حتى يكتسب به البقية وقف حمام حج علي شاه وقف إلى اليوم. أي إنسان يدخل الحمام من الزوار مجان إلى الآن موجود حمام. قصة قلت ما قبل 100 سنة تقريبا 80-90 سنة من الحمام قبضات هنا ماكو هناك حمام مرخج علي شاه موجود بين الحرمين إلى رحت إلى كربلاء روحوا إلى الحمام حتى تشوفوا بعينكم بنى حمام وقف حسينية وقف مسجد وقف شلون فلوس موفقة وشلون إنسان موفق وبعد ذلك دكاكين اشتراها وقف ونظم فرد وصية. أنا شايف الوصية شخصيا لأن كانوا يراجعون أحفادي لي بالنسبة إلى الوصية ماله فرد وصية طويلة في هالوصية ما يقارب 100 عمل خير. هالكبرى الوصية حقيقة هالكبرى الفقير يعطى والذي يريد الزواج يعطى والميت الذي لا فلوس له للكفن والدفن يعطى والمسجد يعطى والخطيب يعطى والحسينية تعطى والإنسان الزائر المنقطع يعطى والمريض يعطى وطالب العلم يعطى ويعطى 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 قائمة طويلة. في الحقيقة أنا بكل عمري ما شايف هالشكل الوصية مع العلم أنا هو أي وصايا شايف لكن رجلا يعرف قدر المال قدره وصى هذه الوصايا وكسبهم لا بأس به وبنى الحمام والمسجد والحسينية والدكاكين الموقوفة
والبيت الموقوف وفلوس للإقراي للحسين كل عام وكل أسبوع وإطعام وفرد خمسة وسيلة حقيقة. وبعد مدتين توفي والسقخان وقف عزي سقخان اتفاق أنت عجيب نصايا في كربلاء سقخان حج علي شاء وذاك اليوم تدرون الماي كلش غالي وصعب واليوم أيضا ماي بالعطاشة الجيرة وسقخانات هناك تشوفوها بكل سنة عطشان. وهذا الرجل مات وورثته وأحفاده يقومون بوصيته إلى اليوم. يعني إذا قالوا عشر سنوات لي أنا في كربلاء حتى أنا أذكر في المرة رحت إلى هذا الحمام حمام حج علي شاه قبل 30 سنة 25 سنة بعد اللي رجل أطلع ما أدري هذا وقوف مجان لكن ما أدري أنا رجل أعطي فلوس هو البعض هنا قال أنا ما أريد فلوس قلت شلون تريد فلوس؟ قال أن هذا وقف لكل إنسان زائر أو عالم أو طلبة أو فقير أو ما أشبه وبالفعل ما أخذ من الفلوس. وإلى اليوم اللي يعني جينا إلى الكويت في أيام محرم كنت أروح إلى قرايتهم لأن حبيبي صديقي لي أروح إلى قرايتهم الصبح يقرون قراية وقراية كشخام يقرون أولا يقول الفلوس للخطيب أزيد ذات دورات كربلاء أذكر ثانيا شاي وصمون وأكل وممتاز ما رقم شنو؟ ما إنسان ما الحج علي شاه بجمل الناس هكذا طبيب أنا ما أقول لكم قصة لكم أقول هذا الشيء أيها الجالسون يشوف إنسان طبيب يألف كتاب يرفع الأطباء وألف سنة يبقى كتابه أبو علي بن سينا طبيب قبل ألف سنة ألف القانون القانون أربع مجلدات ضخام ومن طبيب آخر قانون ما ألفوا كتاب يشرحه. الآن شوف في الكويت ايش قدر عندنا أطباء ايش قدر عندنا مهندسين ايش قدر عندنا قضاة أيهم كتب كتاب حتى ينفع المستقبل الأجيال السآتية. هذا الكتاب مال أبو علي سينا هذا الكتاب مال الرازي هذا الكتاب مال فلان بروفيسور هذا الكتاب مال باستور هذا الكتاب مال فلان دكتور أين الكتب ماله؟ إذا صار عنده مال نفس الشيء قد يكون عنده مال ينفق ويبذل ويبني ويؤسس وما أشبه وأحيانا عنده مال لنفسه فإذا مات انقطع خلاص. الإمام أمير المؤمنين ذات مرة حصل على أموال لأن الإمام مو مثلنا إذا دارت يدرس إذا منبر يصعد منبر إذا حل قضية يحل قضية إذا مشكلة مشكلة يحلها إذا حارب يحارب إذا صلى جماعة يصلي جماعة إذا ما عاد شغل شنو إذا ما عاد شغل قسم من الشباب ينامون أشوفه بعد الظهر وانت مثل يوم ظهر الجمعة ما شفتك بالصلاة يقول سيد النايم لا ساعة ثلاثة شنو هالنوم من بعد أذان الصبح نايم الحج آغا إلى ساعة ثلاثة بعد الظهر على أصدقائنا إذا يسمعون ما يزعلون نوم شنو؟ الإمام أمير المؤمنين يقول ما أنقض النوم لعزائم اليوم هاي كلمة الإمام يقول إذا نمت بالنهار معناه عزيمتك تنتقم وتذهب خلاص. الإمام مو هالشكل وقت اللي ما عنده شغل يروح ينام وإنما الإمام إذا ما عنده شغل يروح خارج الكويت كمثل يزرع زرع 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 ما عنده شغل ياخذ الفاس ويذهب خارج المدينة ويطلع عين ماي أبر سوادية ما أدري الحجي حسين رايح وما رايح يقين أكو في المجلس وناس رايحين إلى خيبر 70 عين أكو في خيبر فجرها علي بالفاس فجرها مو بالأجازة. يعني الإمام وقت اللي ما عد شغل وهو وصي رسول الله وخليفة المسلمين والقاضي والحاكم والعالم والمحارب وحلال المشاكل مع ذلك يأخذ الفأس بيده ويذهب خارج البلد ويطلع عين ماء. وإلى الآن إن شاء الله إذا رحتوا إلى مكة وتروحون إن شاء الله بالخصوص مروا على خيبر محل اليهود اللي كان سابقا والذي فتحها رسول الله في قصة طويلة. الإمام فجر هنالك 70
عينا. والإمام صنع بنفسه مزارع، مزارع طويلة عريضة، الإمام صنع هذا. حتى أنا أظن رأيت في حديث، أظن ما أتيق عن هذا الموضوع، أظن أني رأيت في حديث أن النخيل التي زرعها علي، كم نخل؟ نخيل نخيلة، نخيل التمر اللي زرعها علي، نخيل خشيتين وما التمر، كم نخل؟ رأيت في حديث أن النخيل الذي زرعها علي 30,000 نخلة. 30,000 نخلة مش بسيطة، زرعت نخلة شكلة حتى تعرف يعني شيء 30,000 نخلة. شاهدنا في كل هذا، شاهدنا أن الإمام قبل وفاته وقف كل هذا، وقف كل هذه المزارع والعيون والآبار وقفا شرعيا، وصيغة وقف علي موجودة في كتاب الكافي. الحاج يجد الكافي يعني شنو؟ كافي كتاب صحيح معنى بعض المجلدات منه، هذا الكتاب موجود في أغلب المكتبات. هناك يذكر أن صيغة وقف علي بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما وقفه عبد الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وثم يذكر الوقفية والخصوصية والحولية بيد من، وأن من ينتفع بهذا الوقف إلى عبارة يقول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبالفعل الآن 1400 سنة عيون علي موجودة في خيبر، موجودة هذا العيون وقف إمام أمير المؤمنين. هل هذا الرجل هو الذي فهم الحياة أو نحن؟ إنسان أموال يوم يومين 4 أيام 10 أيام أنا وابني وحفيدي يأكلون وينتهي كل شيء. أما إذا الإنسان وقف وأوقف هذا الشيء يبقى ويبقى ويبقى. وأنا سامع ما أدري من شيخ الكويتين حرام الله أن هذا المسجد، مسجد المديني، هذا أسس قبل أكثر من 100 سنة. فالشيخ رعيب كان في الكويت اسمه شيخ محمد المزيدي قبل 100 سنة بنى المسجد وما عنده فلوس أيضا، وإنما جمع الفلوس من الناس وبنى هذا المسجد. الآن 100 سنة أكثر، وهذا مسجد منه المزيدي. الله في هذه الآية المباركة قلنا هذه الكلمات التي ذكرناها مو كقصص نذكرها أبدا، وإنما نذكرها كعمل. إذا فرض طبيب يا عمي ألف كتاب الطب، إذا صرت مهندس ألف كتاب الهندسة، حتى إذا كنت مدرس ألف كتاب. وأنا يقين أنك كم مدرسين أبو ألفوا كتب وانتفعنا بكتبهم. فرد واحد من العلماء، هذا من العلماء أندلس ولو أجل عقلنا، لكن هذا القصة أقولها وأحكي القصة. فرد واحد من العلماء الأندلس الكبار اسمه ابن مالك، هذا من العلماء الكبار كبار جدا مرة ثانية، محمد بن مالك. ذات الليلة شفت في شرح أحواله، ذات الليلة هو كان مكب على المطالعة والتأليف والقراءة والقصة ما قبل 1000 سنة. ذات الليلة دعي إلى مكان للعرس، اسمعوا يا إخواني المثقفين، دعي إلى مكان للعرس زواج. كان المقرر أول الليل يروح هناك إلى نصف الليل على السابق وكذا وشي. هذا من أقربائي أجبروه يروح، صار مجبور يروح، ما كان يريد يروح، هذا مكتوب على درسه وتأليفه ووضعه وكذا، صار مجبور هناك يروح. راح هناك وعش الإنسان ربع ساعة ياكل العشق، موهزق وعشق دقائق، أكل العشق، بعدين ما عنده شغل لازم هنا يبقى ومجبور وكان هو يبقى يرجع البيت. فكر في أنه ينظم النحو، نحو اللي يحفظه ينظم في أبيات لعل الناس يستفيدون بها، فأخذ ينظم. نظم في تلك الليلة ما أدري 100-200-300 بيت شعر في النحو والأدب والصرف. بعد ذلك رجع إلى داره وأكملها وسماها ألفية ابن مالك. 1000 سنة قبل إلى اليوم حتى أنا الطلبة حفظت أبياته، نحن الطلبة نحفظ أبيات هذا الرجل. أوله بسم الله الرحمن الرحيم، قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى
وهذه المستكملين الشرف ويقول استعين الله في ألفية مقاصد النحو لها محوية تقرب الأقصى بلفظ الموجز وتقتضي البذل بوعد المنجز وتقتضي رضا بغير سخط خارقة ألفية ابن معطي إلى ألف زياد أهل الطلب الأحسن وشم سنة لها ألف سنة محمد بن مالك الأندلسي الجياني في المنطقة في أندلس أسباني يسمى بالجيان منطقة اسم جيان الكويت مثلا هذا الشاب عن نصف الليل يعني من الغروب إلى نصف الليل ليش اللي عبث يروح في الحقيقة ما راح عبث الآن هو رجل قدير في النحو والأدب والدنيا تقدره كأديب وكنحوي وكلغوي وكتصريف ويسمى بالإمام في النحو لأنه ما كان يصرف وقت الاعتبار الوقت طاقة الفكر طاقة المال طاقة العلم طاقة الإنسان يجب أن يصرفها كلها في الخير الله في هذه الآية المباركة التي تلوناها يقول الأنبياء شنو عملهم وأوحينا إليهم أول ما يقول شنو يقول وأوحينا إليهم فعل الخيرات بعدين يقول وإقام الصلاة شوفوا ذلك وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى